اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك، ولما نقول سمك يعني العب يا سمك. معانا سمك بولت النهارده من خير مزارعنا، الحبتين بيعملوا كيلو، يعني الواحده تعمل من 400 ل 500 جرام تقريبا، لطيفه وجميله. جاي على بالي اعمل السمك البولت النهارده بطريقه جديده، لا مشوي برده ولا سنجاري ولا زيت وليمون ولا مقلي. هتعملوا يا ابو غازي؟ هعمله النهارده صينيه بالبرغل، طاجن السمك البلطي بالبرغل، حاجه لطيفه جميله كده واخده السكه الاسكندراني، هيعجبكم ان شاء الله. معانا سمك فيليه قشر بياض، هعمله النهارده طاجن بالطحينه، والطحينه دي مدرسه، اهم حاجه تكون طحينه كويسه من زيت السمسم او من منتجات السمسم. هنشوف نعملها مع بعض ازاي وايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا واحنا بنعمل الطحينه، مطبوخه مره او مش مره. معانا النهارده شوربه، بما ان الشتاء بيحب الشرب، هنعمل شوربه السمك النهارده بالكرفس، لطيفه وجميله واخده طعم المستكة والكرفس، هتعجبكم قوي. حلقه فيها تفاصيل كتير، وخليها سمك النهارده هتعجب حضراتكم النهارده. ولكن التفاصيل في ايه يا عم الشيف؟ ازاي اشتري السمك من الحلقه واروح على البيت اعمل اكله سمك لطيفه وجميله ومطبخي ما يبقاش في زفاره؟ الكلام ده هنشوفه دلوقتي حالا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي معايا سمك بولتي اعمله النهارده بطريقه جديده هتعجب حضراتكم. ولكن قبل ما نتكلم عن السمك البولتي لازم نعرف شيف المغازي لو قدامه حلقه السمك يحب ياكل سمك ايه؟ البولتي. والله العظيم للامانه بجد انا بعشق البولتي، وخاصه بتاع خير مزارعنا اللي بيصدره للدنيا كلها. البولتي يا اخوانا طعمه بيبقى طعم السكر، لطيف وجميل. هنعمله النهارده طاجن بالفريك، سوري بالبرغل. المقادير يا استاذ رحاب بعد اذنك، مقادير طاجن السمك البلطي بالبرغل، مقاديره على الشاشه والصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه تتحدث عن نفسها. بلطي والنخاشيش باينه لونها اللون الدم الغزال اللطيف، ايه الحلاوه دي؟ طازه. وهنعمله النهارده مع برغل وبصل وتوم وفلفله حلوه، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون، ونشوف نعمله مع بعض ازاي. طاسة على النار شديدة الحرارة بالشكل ده كده. أول حاجة هناخد السمك البولتي كده نشوف أخباره إيه. بتطلبه من الراجل السماك ينظف لك السمك البولتي ده تنظيفة اسمها تنظيفة مقلي أو زيت وليمون، يعني يشيل لك الصدف اللي موجود هنا. أساتذة المصورين حبايبي أهو بالشكل ده كده، دي متشالة طبعا. وفي نفس القصة هنا تلاحظ إن السمكة لطيفة وجميلة إزاي، الخياشيم جوه لطيفه اهي نظيفه، والسمكه متنظفه، بطنها فله شمعه منوره بالشكل ده كده. هنبدا السمك ده نقطعه. حلو قوي. واحنا مع بعض كده واحده واحده، سكينه برده حاميه، نيجي كالعاده عند الراس مش عايزينها، نفتقدها بالشكل ده كده. عايز انا الحاجات دي نحطها هنا في الشوربه عشان ناخد شوت شوربه حلوين، ده المطبخ زي ما انا شغال كده. راس السمكه في قلب الايه؟ الشوربه. نفس القصه هنا. تقول لي يا شيف مغازي الكيلو البولتي بالشيء الفلاني انت كده بتاخد نص السمكه؟ ما انا هقول لك على حاجه، ما هي دي ما فيهاش حاجه، دي الراس السمكه ديت انا عايز منها شويه شوربه. اخدها برضه احطها في الميه كده تغلي، لان انا عايز شوربه لشوربة السمك، وعايز شوربة لطاجن الطحينة، وعايز شوربة للبرغل اللي أنا هعمله دلوقتي. شفت كده دي شيرة؟ في برغل دلوقتي أنا هعمله، فمحتاج له برضه لسائل. ودي كده كده شوكة يعني ما فيهاش لحم كتير. نفس القصة في قلب المية. نتكلم بقى عن المية دي. حله فيها ميه بتغلي على النار، بحط لها شويه بهارات، شويه جزر، شويه كرفس، شويه بصل، وحطيت العظم بتاع السمك او روس السمك في قلب الميه دي علشان اخد شويه شوربه. الشوربه دي هشتغل منها ثلاث حاجات، هعمل بيها طاجن الطحينه، وهعمل بيها شوربه الطماطم او شوربه السمك بالطماطم، وهعمل كمان بيها طاجن السمك بالبرغل. الطاسه هنا دلوقتي جاهزه، هاخد بقيه السمك اللي معايا ده كده، نيجي هنا كده نقطع القطعيه دي كده بالشكل ده كده، ونفس القصة. كده
كده انا بحضر السمكه فاتحه من هنا كده اهو. شيلنا راس السمكه، وخلي بالكم لما بتشيل راس السمكه بتحسوا ان السمكه ايه شخصيتها ضعيفه، بس هي جاهزه للاكل على طول. اه هناخد السمك ده زي ما هو كده نتبله تتبيله حلوه. التتبيله دي عباره عن شويه ثوم حلوين، شويه بهارات، اللهم صل على النبي، شويه ملح حلوين، شويه ثوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون. السمك يحب الكمون، يحب الملح، يحب الكزبره، بابريكا، شويه كركم. الله عليك. اه طاجن كده على السريع، وفي نفس الوقت كمان له طعم تاني خالص. هنمسك السمك بالشكل ده كده نتبلها اهي، التوابل تخش ما بين لحم السمك وبعضه، بطن السمكه تخش فيها التوابل بالشكل ده كده اهو، ونفس الموضوع هنا. ما تشتريش التوابل من عند العطار وتقولوا له توابل سمك، لان السمك بتاعك هيبقى زيه زي بتاع الجيران زي الحبايب. اعملي التوابل بايدك انت زي ما الشيف شغال كده، والفص التوم الناعم الحلو، تحط عليه كمون، تحط عليه كزبره، تحط عليه جوزه الطيب، تحط عليه كمان شويه بابريكا حلوين، واصبحت السمكه هنا جاهزه للتشغيل. طاسه شديده الحراره على النار، بنحط فيها قليل من الزيت بالشكل ده كده، ممكن يكون زيت زيتون، حلو قوي. ونمسك السمك ده يا عم الشيف ننزله في قلب الزيت واحنا مع بعض. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده يا عم الشيف. اه نفس القصه، ونسيبهم في قلب الزيت. الطاسه دي انا عايزها مكان تتبيله السمك، نبص عليها كده هنعمل فيها ايه. بناخد الفريج البرغل بتاعنا، اه ده البرغل نزل في قلب التتبيله بتاعه السمك. اه ده برغل اهوت معايا، اتغسل مره واثنين وثلاثه. بعد ما اتغسل يا عم الشيف صفيته من الميه كويس، وامسكه ايه اقلبه بمكان تتبيله السمك. اه وانا شغال واحده واحده. آه. بحط على البرجر ده بصلايه ناعمه، بحط عليه فص توم، دي مدرسه بقى. اه بحط عليه معلقه فلفله حلوه، شويه خضره، ده على البرغل. اه ونقلبه كده مكان تتبيله السمكه. حطيت برغل، حطيت بصل، حطيت ثوم، حطيت كزبره خضراء او كرفس، والبرغل هنا يتهيأ كانه سلطه. احنا عارفين البرغل ده الناعم بيخش في التبوله، هو اساس التبوله، هو عنوان التبوله. والسمك البلطي عندنا بيتحمر في طاسه شديده الحراره في قلب النار. اه زي المدرسه دي زي ما انا شغال كده. اه نشوف اخبار السمك ايه. حلو قوي كان معايا. آه. مهم جدا وانا شغال يا عم الشيف احط في الاعتبار ان السمك البولت هنا بياخد صدمه ناريه. اه بص على السمك اهو، ده مكان التحمير، ده انا عايزه مكان التحمير انا عايزه. اه شفت الجو ده كده. آه. هعمل ايه دلوقتي بعد الصدمة النارية للسمك؟ باخد السمك بنقله في طاسة تانية أو في طبق تاني وإحنا مع بعض. ده الجديد بتاع السمك البولت النهاردة وإحنا شغالين مع بعض. طبق جانبي كده حلو. خلي بالك تحط في الاعتبار لما تعمل الطاجن ده يفضل يكون سبايسي شوية، وقبل ما تعمليه سبايسي اسألي الأولاد واسألي ضيوفك، لأن البرغل بيحتاج إن هو يكون فيه طعم السبايسي شوية، يعني بيبقى التست بتاعه عالي من الاخر. هنا الصدمه، نشوف التتبيله بتاعه السمك. الجلده بتاعه السمك البولت دي في نسبه الدهون ونسبه الاوميجا 3 ما بين الجلده وما بين لحم السمكه. شايفه السمكه اتعرت ازاي بالشكل ده كده؟ انا عايزها كده. هناخد السمك ده بعد التحميره دي يا عم الشيف. الله، اللهم صل على النبي. هو ده، هو ده، هو ده. بص على التركية دي بقى،
بص على الخبره الطهويه بقى، ننزل بده. الله عليك الله عليك وعلى والدك. انا شخصيا هاكل الفريك واسيب البولت ده للضيوف او سيبيه للاولاد، لان البرغل ده دلوقتي حكايه. ونقلب البرغل يا عم الشيف مكان تحمير السمك واحنا شغالين مع بعض كده. الله، واحده واحده لغايه لما نشيل النسيج بتاع السمك وتست السمك وطعم السمك. وعندنا حله بتغلي على ايدي اليمين، اللوكيشن بتاعها على بعد 20 سنتي جنبي على الفرن، فرحان بيها. فيها راس السمك، فيها شويه التوابل الحلوين. شايف التقليبه دي مهمه جدا. فين بقى السمك دلوقتي ومكان التحمير؟ كله اختلط بالبرغل. هي دي المدرسه، البصله بتتحمر. وانا شغال واحده واحده. تقومي تعملي بقى هنا في سائل بينزل نتيجه البصل والثوم والبرغل المغسول قبل كده ومنوع، فبتلاقي ان الطاسه بتاعتك اهو شايفه بتنضف ازاي من تحت مكان التحمير. ده اللي انا عايزه تيست، ده اللي انا عايزه. اساتذه المصورين حبايبي، اصل المطبخ ده والخبره الطهويه دي مش من فراغ، خلي بالكم. انا بدور على كده، باخد البيون والتيست بتاع السمكه من الارضيه بتاعه الطاسه. لازم اخلص منه. ولازم يختلط بالبرغل زي البيكاتا بالظبط. لما اجي اعملها بنزل بالوايت صوص بتاع البيكاتا مكان تحمير الفراخ، وانزل بالكريمه اللباني ومعلقه الدقيق. الله عليك يا عم الشيف. نيجي لطعم البرغل دلوقتي حكايه. ايه التركايه هنا بقى؟ زي ما احنا شغالين مع بعض كده حالا، بوتاجازنا ينضف عشان الصوره الحلوه. والبرغل هنا دلوقتي اتعرف على السمك. ممكن السمك ده يكون وقار، ممكن يكون هامور، ممكن يكون قشر بياض، زي ما انت عايزه. معايا حل على النار. ايه الاخبار؟ الله على الشوربه. راس السمكه وديل السمكه اهو، شايفه الجو ده كده؟ شايفه البيون ده الابيض ده؟ شايفه لون الشوربه ابيض ازاي؟ ده هنعمل منها شوربه سمك، وهنعمل منها الطاجن بتاعنا اللي هو البرغل، وهنعمل الطحينه اللي هنعملها مع طاجن السمك الفيليه. السمك النهارده مختلف غير العاده، لا هو مقلي ولا مشوي ولا سنجاري. بنجيب مصفى ناعمه، لان وارد ان يطلع معاكي شوكه من بتاعه السمك البولت ده وتيجي في قلب البرغل ده تبوظك كل اللي بتعمليه. ونصفي كده مع بعض. دي المدرسه الطهويه المغازيه. البرغل في طعم السمك. جاء منين طعم السمك؟ نراجع بقى الحلقه من الاول. وانا شغال كده. الله عليك وعلى والدي. شيل ده من هنا والتقلبه الحلوه دي كده. بتحبوني طبعا. بالامانه انا واثق. جرب الطاجن ده، واذا ما اكلتش البرغل ده وسبت السمك البلطي قول للشيف المغازي ده راجل ايه مش بيقول الصح. قولي اللي في سرك يعني، انا مش معاك، بس جربي طاجن البرغل ده بالطريقه اللي انا عملتها. الله اكبر. ونقدر نقول ده صيامي. ناخد السمك بتاعنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ حلو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ عينيا. ناخد شويه شوربه من هنا. سامعني الواحد يكون شغال كده والايحاءات والدنيا والحياه حلوه، وفجاه ايه يقول لك احنا مش عايزينك، نطلع فاصل. تقطع حبل افكار يا اخوانا. ننزل بالبيون ده كده. ركزوا بقى. هو ده هو ده هو ده. دي على فين بقى زي ما هي كده؟ على فين؟ حد يقول لي على فين؟ انا مش هشيل ولا هطلع فاصل غير لما تقولوا لي تطلع على فين. كبرت معايا بقى. لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش. الله عليك وعلى والديك يا شيخ. درجة حرارة الفرن عندي 180. صلى على الحبيب قلبك يطيب. جوزي بيحب الحار، ما تحرمهوش. زي ما هي كده، اللهم صل على النبي. يلا بصوا لي عليها كده يا شباب. هو ده طاجن السمك البلطي من خير مزارعنا اللي بنصدر له الدنيا كلها، في قلب الفرن مع البرغل اللطيف الجميل
واعتقد دي مدرسة طهوية مغازية. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل طبق شوربة السمك بالكرفس. دي مدرسة، ومعانا كمان دلوقتي طاجن السمك بالطحينة. نبدأ بقى يا أستاذ رحاب، نبدأ بطاجن السمك بالطحينة. دي مدرسة طهوية لبنانية، الإخواننا في لبنان والشوام بيحبوا دايما يطبخوا الطحينة مع السي فود، بيسموها إيه؟ سمكة حارة بيروتية. دي معروفة جدا على فكرة، وسعرها غالي، تتعمل من الهامور أو الوقار. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. معانا فيليه الوقار خالي من الحسكه والشوك، ومعانا طحينه، معانا زبده، زيت زيتون، بصل، ثوم، فلفله حلوه، كل ده معانا، وفيها علاقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء. المقادير على الشاشه، والصوره الحلوه دائما وابدا تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. هنشوف ازاي نعمل طبخه الطحينه للسمك، سواء هامور، سواء قشر بياض، اي نوع فيليه، بس ما يكونش فيه حسك اللي هو الشوك. اخواننا الشوام يقولوا على الشوك حسك، احنا نقول على الشوك شوك، وربنا يكفينا شر الشوك. طيب نعملها مع بعض ازاي؟ برضو طاسة على النار شديدة الحرارة، حلوة، ونحط في الطاسة دي شوية زيت زيتون حلوين، يعني حاجة كده لطيفة. الشكل ده كده كتير يا شيف يعني. خلاص معانا زبده. اللهم صل على النبي. ونسيبهم على النار. نجهز مع بعض بصلايه متقطعه جوليان او شرايح زي ما بيقولوا، وقرن فلفل حار وفلفل رومي. حلو الكلام، حلو الكلام. سكينه حاميه معايا. البصلايه بالشكل كده تقطع، اللهم صل على النبي، ولازم تكون جوليان شرايح رفيعه جدا، هو بالشكل ده كده. ناخدها كده تنزل في قلب الخلطه دي يا ويلي، ونسيبها تديني لون، وهي بتاخد اللون ننزل بالبهارات بتاعتنا يا عم الشيف، من التوابل، البابريكا الحلوه، الكركم الجميل، الكمون اللطيف، كل ده على البصلة. الفلفل الأسود الجميل، شوية سماق حلوين، والملح بتاعنا. وناخد البصلة دي كده إيه، ندورها بالخلطة دي. الله، دي كنز. سيبها على النار كده تعيش مع نفسها شوية، عشان دي اللي هتلعب دور البطولة في طعم الطحينة. دي اللي هي سر من اسرار تخلي لك الطحينه دلوقتي تاكلي صوابعك وراها. نسيبها على النار كده تغلي. ناخد مع بعض الفلفل الاحمر الجوليان، ومعانا فلفل اصفر جوليان، هنقطعهم مع بعض كده. الله، ونيجي هنا كده بالشكل ده كده. الله، اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. التقطيع دي مهمة جدا. معانا قرن فلفل حار ننزل بيه كده. كفاية دول، حلو قوي. تمام، معانا السمك بتاعنا، نبص عليه كده الشكل الحلو ده كده. سمك متقطع بالشكل ده كده، على قد عدد افراد الاسره، ممكن يكون كيلو، ممكن نص كيلو، زي ما انت حابه. هم دول حلوين قوي زي الفل يا عم الشيف. اخبار البصل ايه؟ نبص عليها. نعم نعم يا حبيبي، نعم. السمك في الفرن ننساه شويه يتأمر مع البرغل. زي الفل يا عم الشيف. نعمل ايه بقى؟ ناخد السمك بتاعنا ده كده ينزل في التتبيله دي يا عم الشيف،
ياخد الطعم. ليه ما تبلتش السمك؟ انا مش عايز اتبله، انا عايزه كده ينزل على التتبيله دي يشرب منها. خلي بالك اهو. طاجن السمك، الهامور، قشر البياض، البلطي، اي نوع سمك فيليه يتعمل بالطريقه دي. ونسيبه كده ياخد غلوه بالشكل ده كده. طاسه طاسه، والمغازي جاب الخلاصه. هو ده هو ده. ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي يا مصري؟ الحقني يا مصري. حلو قوي، تمام زي الفل. تعالوا مع بعض ياخد اللون ده كده. ده اللي انا عايزه. الله عليك يا شيف، الله عليك. ده ملبن ده ولا سمك؟ خد الطعم وخد اللون من قلب الطاسه. ما تتبلش السمك من قبلها؟ لا، ما انا لو تبلته تتبيله تانية هياخد طعم التتبيله، فانا عايزه ياخد طعم الجوسي وطعم التوابل اللي انا حاططها دي زي ما انا شغال كده. حلو قوي. نجيب الطاجن اللي هندخله الفرن. اللهم صل على النبي. زي ده كده مثلا. عايز تبص على الفرن؟ عينيا بص اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اه اللي يعجبك بقى. عندك في الطاسه حاجات حلوه قوي، وعندك في الفرن حاجات حلوه قوي. اه معايا بصل اخضر هنا. ايه الحلاوه دي؟ ما ناخدش بدول. اقفل يا سمسم. اه في الطريق. ممكن يا استاذ رحام مش موجود في المقادير بصل اخضر، دايما انا بخرج بره النص. دي امكانيات. اه ده مع الطاجن، ده يعلم من الطاجن. بصل الاخضر بتاع خير مزارعنا ده مش موجود في اي مكان. الارض الطيبه مصر. اه لفيت العالم كله لا لقيت طعم المانجا ولا البصل الاخضر زي اللي موجود عندنا في مصر. ما هي حاجه لطيفه هي وحاجه بسيطه، يمكن عند الراجل الفكهاني ولا بتاع الخضار مش بنعملها اي اعتبار. البصل الاخضر او لا، بالعكس. شايفه السمك اهو؟ اه خد التحميره دي فله. نعمل ايه يا عم الشيف؟ نشيل السمك بالخلطه دي كده ونحط في قلب الطاسه دي كده بالشكل ده كده. طاجن السمك، الهامور، بالطحينه. لسه ما خلصتش. في اتنين هنا كمان اهو. الله. ناخد اللي موجود على البلانشه بتاعتنا، تقطيع الخضار ده كده اهو. الله الله على الصوره الحلوه. هو ده. ونقلب. هو ده. ونسيب ده كله على النار. فاكرين ولا ناسيين؟ افكركم. الجوس بتاعي، البيون بتاعي اللي موجود هنا اهو، راس السمكه، ديل السمكه، الكرفس، البصل، الثوم. واسيبهم يغلوا على النار هسه. حلو قوي. الخضار ده مكان تحمير السمك، الفلفل، البصل المصري الجميل الحلو الاخضر، كل ده مع بعضه اهو. البوتاجاز يا شيف عشان الصوره الحلوه. نيجي بقى لايه؟ سيد الموقف، ست الكل، طحينه. ايه اللهم صل على النبي. والفلفله الحلوه. الطاجن ده حكايه. الطاجن ده بيتكلم مصري مش بيتكلم لبناني، لان اللي عامله مصري وخف الدم شيف مصري. اه شفت الجو ده كده. نيجي مكان التحمير هنا. بصوا بقى يا اخوانا اساتذه المصورين حبايبي، يلا يلا اللحظات الحلوه. اه طحينه. ونسيبهم على النار هسه.
يلا نقلب. شفت القوام ده كده؟ طحينه خدت الطعم من التتبيله اللي بدات بيها من البدايه خالص، اللي هي البصله المقرمشه مع التوابل. نزلت السمك حمرته، خد اللون، خدت السمك مع شويه جوسي كده مع البصل والتتبيله، رصيته في الصينيه، عملت الخلطه بتاعه الطاجن اللي هي عباره عن فلفل الوان، عروق البصل الاخضر بحلاوه البصل الاخضر شارك في الطاجن مع انه مش موجود في المكرر. نزلت بالتوابل بتاعتي بالفليفله الحلوه، شايفه القوام بتاع الطحينه، نزلت بطحينه كتير عشان انا بحب الطحينه المطبوخه. على فكره دي طبق لوحده كده بيسموه طبق مقبلات، اسمها سلطه حاره، زي ما هي كده من غير سمك، تبرد وتتغرف في اطباق، حلات السمك تبقى لطيفه. اللهم صل على النبي. ناخد ده كده. الله، ايه ده يا شيف؟ لاول مره نشوف الشغل ده. طبيعي الطبيعي الطحينه تنطبخ كده اهو، تنزل على السمك دلوقتي وتخش الفرن. الله، هنا الفلفل هيدوب مع الطحينه. ينفع اي نوع سمك؟ ينفع، اهم حاجه ما يكونش فيه حسك اللي هو الشوك. ليه يا شيف؟ عشان دي اكله امنه، احنا ناكلها بالمعلقه، ناكلها بالعيش، فلو في شوك هنا مصيبه. خلي بالك. ناخد اللي احنا عملناه ده كده. ناقصها حاجه، الله عليك يا عم الشيف، عصره ليمون. بلاش ملح الليمون، يفضل عصرة الليمون. ليه يا عم الشيف؟ لأن ملح الليمون مع تكراره ومع استعماله كثيرا بيوصلنا لمرحلة ارتجاع مريء، يعني بعدين في أمان الله وأكلنا نايمين نقوم من على المخدة مفجوعين، ارتجاع مريء. نتيجة استخدامنا لملح الليمون كتير في سلق الفول، في عمل الحمص، في سلق البقوليات. دي مدرسة مش لطيفة خالص. رجاء ما تستخدميش ملح الليمون في مطبخك خالص. شايف الطاجن ده كده؟ يا ويلي، تحت منه كنز. عينيا. نطلع فاصل؟ ما ندخل ده الفرن طيب ونطلع فاصل، ايه رأيكم؟ الله، اللهم صل على النبي. يلا الحلاوة الجمال. يلا زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ لا 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 لا، دي تطلع من الفرن نبص عليها بقى، والصورة الحلوة ما بين الفرن ما بين الايه كاونتر بتاعنا اهو. يلا الصينية جاهزة، اللهم صل على النبي. يلا يا ست الكل العب يا سمك. ايه الحلاوه دي؟ ايه التفاصيل دي؟ ايه الجمال ده؟ من خير مزارعنا البلطي. ايه الصوره الحلوه دي؟ خش على الفرن. يلا خد راحتك، خد راحتك يا مصري. يلا يلا، هو ده هو ده هو ده، العب يا فرن، هو ده. يلا بينا. ايه الحلاوه؟ ساحر يا مغازي. طاجن السمك، ايه الحلاوه دي يا جميل؟ طاجن السمك الفيليه الوقار او الهامور او القشر البياض مع الطحينه. ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وعايز من الاخراج الجميل وفرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين نجيب اللوحه الفنيه اللي بتتكلم مصري من البلط بتاعنا من خير مزارعنا. حلو الكلام؟ في قلب الصينيه. حلو، يقول لك اكلك منين يا بطه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي مقادير شوربه السمك بالكرفس. مقاديرها على الشاشه. سمك فيليه قشر بياض متقطع مكعبات،
مع صوص طماطم مخدوم جدا على النار بيغلي. نبص عليه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو شوربه السمك بالكرفس. حلو قوي. ننزل بالسمك بتاعنا. في قلب الطماطم. عينيا. حاضر. ده شوربة الطماطم كده جاهزة، بس برضو مش مالية عيني. يوم الشيف المغازي التركية بتاعته كالعادة. العادة ان احنا او المعتاد يعني ان احنا شوربة السمك دي بتغلي مع شوربة، يا اما شوربة سمك يا اما طماطم، وفي الاخر بتتشرب، او الوايت صوص بتاعنا اللي احنا عارفينه. ولكن الطبيعي المغازي دايما عنده الجديد. هنعمل ايه؟ عشان الصورة تطلع حلوة لازم مطبخك يكون رايق، لانك انت وارد وانت في المطبخ يعجبك شغلك ويعجبك اكلك تصوريه وتهديه لاصحابك وحبايبك، وده جو حلو. لما بلاقي حد مصور اكل بتبسط. ليه بقى؟ يعني حاجه حلوه بنتكلم فيها تشغلنا على الاقل. اللي بيعمل اكله حلوه، اللي بيجي له ايحاء انه يعمل اكله حلوه، افكار حلوه، ان احنا نهديها لبعض على السوشيال ميديا حاجه لطيفه. حلو؟ ايه التركيه بتاعت المغازي؟ هنجيب طاسه دلوقتي ونهيئ السمك ده اللي في قلب الطماطم، ونشوف ازاي نعمل شوربة الطماطم بالكرفس. حلو قوي. ادي الطاسة معايا. بنحط في الطاسة دي معلقة زيت صغيرة مع مكعب زبدة. ده اللي هيخلي الشوربة بقى حكاية. حلو قوي. نشيل كل حاجة من هنا مش عايزينها. ملهاش عوزة. الله. حلو قوي. نجيب طبق الشوربه عشان التقديم، ونروق المطبخ بتاعنا كده وزي الفل. وانا عايزك في نفس الطريقه في مطبخك، زي ما الشيف المغازي شغال كده نفس القصه. انا منكم تقف في المطبخ، خش المطبخ، وبعد الحلقه مباشره اللي انا بعمله من خلال الحلقه انت تعملي في المطبخ. السمك اشترينا النهارده كيلو ونص من البلطي، الواحده بتعمل نص كيلو. عملنا صينية جميلة، صينية السمك البلطي بالبرغل، شفناها ازاي مع بعض. معايا سمك فيليه قشر بياض، عملت منه حاجتين. عملت طاجن بالطحينة من المطبخ والمدرسة الشامية أو المطبخ الشامي أو المطبخ البيروتي. حلو. وعملنا شوربة السمك بالكرفس. طاسة على النار بتسخن، ونحط فيها فص ثوم محترم. نستنى عليه هسه. ناخد الكزبره الخضراء، نشيل دي من هنا عشان مضايقه المصري. نقلب كده. ننزل بالكزبره الخضراء. التقليبه دي مهمه. الله. كزبره خضراء وتومه. ومعلقه زيت او مكعب زبده. ونسيبهم على النار لغايه لما اشم ريحه الكزبره. شويه كزبره ناشفه. شويه فلفل. والملح بتاع الشوربه. ونسيبهم في قلب الطاسه. حلو الكلام. كل اللي انا هعمله دلوقتي الطشه بتاعتي منين يا عم الشيف؟ لحظه. فاكرين ولا نسينا؟ حد يفكرني. شوربة السمك من الراس والديل. هو ده السر. هنا يا عم الشيف. يا ويلي يا ويلي. ده الشيف عمل من الفسيخ شربات. الشوربة لطيفة زي الفل. شيل ده من هنا خالص، ملوش عوزة. والشوربة معايا خلصت. ايه الأخبار هنا؟ فيها سمك؟ صوص طماطم؟ هي كده مش شوربة سمك يعني. ضعيفة جدا. يعني لو شربتها في أي مكان دي مش شوربة خالص. تبقى إمتى شوربة؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب لما نحط ده هنا كده. خلص الكلام. شوربة السمك، تعالوا نغرفها مع بعض. لطافة شياكة. الله.
ده موضوع، دي قصة، دي حكاية. كريمة؟ لا مش هنحط كريمة خالص، زي ما هي كده. يلا نغرفها مع بعض. اللهم صل على النبي. جاهزة غلوة بس أشوفها بتفور بعينيا، أشوفها تفور بعينيا. إيه ده يعني؟ أهو ده أخدها زي ما هيك. أهو ده أهو. اللهم صل على النبي. دي شوربة السمك بالكرفس. حلو. اخبار الفرن ايه؟ اللهم صل على النبي. جاهز يا عم الشيف. طاجن السمك الفيليه الهامور بالطحينه. لا التفاصيل اطلعها من الفرن ولا خليه بص عليه كده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الصوره بتسبق الحديث. الله اهو. الله عليكي. اه يلا العب يا سمك. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه خبره طهويه حضراتكم اللي تقولوا. جبنا سمك البلطي عملناه طاجن بالبرغل، خدنا جزء من الهامور بتاعنا عملنا شوربه سمك بالكرفس بمدرسه المغازي شفناه مع بعض، وعملنا كمان طاجن السمك بالطحينه. ومعانا عدل السفرة دي يا شيف بوغازي، لا مكرونة سباكيتي ولا عيش، هي عايزة السمك شوية الرز الأبيض بتوعنا، يتحط الرز بعد ما يتغسل يتفلفل مع حبان وورق لورا ومعلقة زيت صغيرة كده ونستر شوية رز بس، يبقى معانا مفلفل بالشكل ده كده يخدم على التلاتة. حلو الكلام؟ ناخد بعضنا ونطلع فاصل ولا الحلقة خلصت يا أستاذ رحاب؟ خلصت؟ طيب ماشي. طيب نشوف الرؤية والفن والإبداع مع أكلة سمك معتادة دايما من إيد الشيف المغازي، بتشوفها يوم الاثنين، وعشان حضراتكم غاليين علينا بنعيدها يوم الخميس من كل أسبوع. يعني رؤية وفن إبداع وبساطة وسهولة ومرونة، كمان خف الدم، كمان خف الدم. الكلام ده منين؟ من ماس بيرو.